أبدى غالبية الأردنيين رضاهم عن أداء قوات الدرك الأردني خلال عامين، مؤكدين حرفيته العالية في التعامل مع الحراكات المختلفة، والذي ساهم في إرساء هيبة الدولة في سبيل تحقيق ربيع أردني مثمر. جاء ذلك في استطلاع أجراه مركز البحوث والدراسات في مجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية. وبين الاستطلاع الذي أجراه الباحثان محمد فلاح الزعبي وفارس قرعاوي بعنوان الدرك بين الواجب الأمني والواجب الإنساني أن 79% من الشريحة المستطلعة أبدت رضاها عن أداء قوات الدرك في التعامل مع مختلف الحراكات الشعبية خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تعامل قوات الدرك مع الحراكات الإصلاحية بحرفية عالية مقارنة مع دول الربيع العربي بنسبة 61%. طبعا جرى الاستطلاع وفق المعايير العلمية والمنهجية للاستطلاعات العلمية المعمول بها في كل دول العالم، حيث شمل الاستطلاع 7 قطاعات من المجتمع، هي قادة الرأي والفكر، المعلمين، وجهاء وشيوخ عشائر، ناشطو الحراك، الإعلاميين، بالإضافة إلى قطاعي الأحزاب والشباب. من جانبه قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية في المديرية العامة لقوات الدرك العقيد أحمد الطراونة خلال الندوة إن الهدف من إنشاء مديرية الدرك أن تكون رديفا للأجهزة الأمنية بما فيها جهاز الأمن العام. أولا أنا أشكر قناة الحقيقة الدولية على هذا الاستطلاع اللي قامت فيه هي بجهودها الفردية، وكذلك أشكر الدكتور زكريا اللي أشرف على هذه الدراسة من خلال زملائي اللي أنا بكل لهم كل الاحترام، اللي هو الأخ محمد فلاح الزعبي والأخ فارس محمد كذلك اللي قاموا بهذه الدراسة، ما شاء الله عليهم على هذا الجهد اللي قاموا فيه. وما أود أن أتحدث به عن المديرية العامة لقوات الدرك حين أنشئت بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى جلالة سيدنا الله يطول في عمره، وكان الهدف منها هي أن تكون رديف لكافة الأجهزة الأمنية بما فيها مديرية الأمن العام. وحين تأسست كذلك ووضعت الرؤية والرسالة ووضعت ما هو الغاية من المديرية العامة لقوات الدرك، ليس الهدف منها فقط هي أنه نشارك فقط بالاعتصامات والمظاهرات، لكن هناك عدة واجبات. ولو أخذت استطلاع آخر في المباريات الرياضية لأخذت كذلك استطلاع آخر، لو أخذت لواجباتنا في الحفاظ على أمن البلد من خلال السفارات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات اللي احنا بنحرسها، كذلك هو جزء من عملنا اليومي. ولاحظت أنت من خلال الواجبات اللي شاركنا فيها من خلال استطلاعك بال2011 وال2012، وأنا هسه بعطيك 2013 الواجبات اللي إحنا نفذناها، وكانت 22,391 واجب بما فيها اللي هي الاعتصامات والمظاهرات، وكذلك الواجبات اللي نفذناها من 1/1 ولغاية 1/6 خلال 2013 كذلك كانت 1,381 واجب بما فيها الآن الواجب اللي إحنا الآن هو فيه هو واجب الامتحانات، امتحانات التوجيه. لكن ما نتعامل معه ومن خلال استطلاعكم اللي شفتوه انتو وشفتوا مدى الرضا عن واجب المديرية العامة لقوات الدرك وعن واجب قوات الدرك، شفت انت لحالك من هو المؤيد ومن هو المعارض ومن هم من يقول وهذا واجب الدرك وهو انه يعني بنفذ الواجب. احنا بنفذ الواجب باستمرار مع اجهزتنا الامنية الاخرى، وحين عملنا بروتوكول الفصل ما بيننا وما بين المديرية الأمن العام حددنا فيه متى يبدأ دور واجب الدرك ومتى ينتهي دور مديرية الأمن العام ومتى يبدأ الواجبين مع بعض. لكن ونحن من خلال ما تأسسنا ومن خلال عملنا مع مديرية الأمن العام نعمل جنبا إلى جنب مع مديرية الأمن العام في خلال تنفيذ واجباتنا. مدير وحدة تنمية المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور محمود الحبيس علق على نتائج قادة الرأي في الدراسة مطالبا بوضع خصائص هذه الفئة، مثمنا الجهد الذي بذل لإخراج هذه الدراسة. لا أبالغ إذا قلت أن مثل هذه الدراسات إحنا نفتقدها، وخاصة أنه موضوع الربيع وعلاقته مع الدرك دائما في تنافر، إحنا دائما الشرطي رجال الأمن متهمين،
لكن إبراز الحقيقة بهذه الطريقة في طريقة إحصائية أنا بسجله لمن قام في هذه الدراسة، جهد جيد ومناسب. وأعجبني أن الفئات التي تم اختيارها في المقابلة للاستبيان أيضا هم يبدو لي من أشخاص وجهات اعتبارية محترمة. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور عمر الحضرمي قال إن هذه الدراسة وضعت الأمور في نصابها من حيث نظرة المواطنين إلى قوات الدرك، وأن الانطباع أنهم فقط حملة الهروات. أنا أقول لماذا أنتم أطلقتم هذه الدراسة؟ أظن أطلقتم هذه الدراسة لأنكم أحسستم أنه في هناك شيء ملاحظة في المجتمع، أنه هذا الدرك جاي بالهراوة وجاي بالمسدس وجاي بالاعتقال، ويبدو هذا الشيء أنتم أردتم أن تضعوا الأمور في نصابها. رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم نبيل غيشان أكد أن رجال الدولة هم من أساءوا إلى هيبة الدولة، وأن أساس تراجع حدة الحراك في الشارع هو عدم قمعه، مبينا أن هناك الكثير من القضايا الميدانية فيما يتعلق بعمل قوات الدرك بحاجة إلى نقاش. كنا نعترف أنه اللي أساء لهيبة الدولة هم رجال الدولة بالأصل. إحنا بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من القضايا. الله يعطيهم العافية قوات الدرك وأيضا كل الأجهزة الأمنية، لأنه حقيقة شيء كثير مهم أنه تراجع حدة الحراك بالشارع أساسه هو تراجع لعدة قضايا، لكن الأساس عدم قمعه واستعمال سياسة الأمن الناعم. هذه هي قضية في غاية الأهمية. أنا بعتقد أنه هذا الاستطلاع كثير مهم، بضع الأمور في نصابها الحقيقي والصحيح. أنا بس كنت يعني بتمنى يعني من خلال التجربة بالشارع على قوات الدرك والأمن العام، وهي كنت أتمنى أنه تكون يعني في أولا في هاي الدراسة يكون في توصيات. التوصيات بتفيد في كثير من الأمور وبتضع يعني الناس كيف بتفكر. أنا بعتقد في كثير من القضايا الميدانية بحاجة إلى نقاش كثير، والله يعطيكم العافية. المحاضر في كلية الدفاع الوطني العميد المتقاعد أحمد الحويان قال إن أجهزة الأمن تحملت الكثير في سبيل أمن المواطن والوطن، متمنيا ألا تصل شرارة الدمار إلى وطننا. هاي الأجهزة تحملت ما لا يتحمله الجبال من أجل توفير الأمن والأمان للمواطن واستقراره وازدهاره. هاي الدراسة والندوة اللي عملتها هاي القناة الرائعة اليوم هي رد على كل المشككين ورد على كل الاستطلاعات اللي تهدف إلى التشويش على هذا البلد. وأنا بأيد الكلمة اللي حكاها الأستاذ نبيل قبل شوي، إنه إعلامنا للأسف خاصة الإعلام الرسمي في بعض الأحيان بتجنب الدفاع عن البلد، وكأنه أصبح الدفاع عن البلد وأجهزتها الأمنية هو تهمة. للأسف جريمة للأسف يعني صارت تهمة أو صارت جريمة. لا، إحنا الآن وصلنا لمرحلة الحمد لله، وهذا الدليل في هذا الاستطلاع، إنه شباب من نفس الحراك يقدروا واجب الأجهزة الأمنية. شباب من نفس الحراك أصبحت العقلية ناضجة، هو يعرف ماذا يدور في المحيط اللي حول الأردن وعبارة عن منطقة ملتهبة. ونرجو الله في هذا اليوم وفي كل يوم أن لا تصل شرارة الدمار والتخريب اللي في كافة أنحاء الإقليم أن لا تصل إلى هذا الوطن العزيز الغالي. بشكر كافة الإخوان الحاضرين، بشكر الإخوان اللي قاموا على الاستطلاع والحقيقة الدولية وكافة العاملين فيها والدكتور زكريا، شكرا لكم. الناشط في حراك الرمثة قاسم الحميدي قال إن الدركي والحراكي في خندق واحد ورجال الأمن ليسوا بخصوم للحراك، مطالبا الدولة الأردنية بالمساواة بين كافة المواطنين ومطالبا بإيقاف العمل بالمشروع النووي الأردني. الدرك والحراكي بعتقد أنه في خندق واحد بدافعوا عن الوطن وبدافعوا عن مقدرات الوطن، ودور الأمن بشكل عام مكمل لدور الحراك في تطبيق القانون. رجال الأمن ليسوا بخصوم
للحراك، لأنه هذا رجل الأمن أو الدركي هو أب أو أخ أو شقيق. نحن نسعى جميعا إلى دولة القانون ودولة المؤسسات ضد الفوضى، لأنه هالحراك اللي بده يطبق مفهوم الدولة ما بده إلا يكون فيه جو راقي وحوار هادي. اليوم الرمثة وأبناء الرمثة يرفضون مثل هذا المفاعل المقام أو اللي بيشتغلوا فيه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الرمثة وبن عبيد، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا في إيقاف مثل هذا المشروع واحترام قرار مجلس النواب 16 اللي اتخذ موقف حازم أن إيقاف العمل بالمفاعلات النووية. الناطق الإعلامي باسم قوات الدرك المقدم أحمد أبو حماد قال إن مديرية الدرك تعمل ضمن تخطيط استراتيجي، ويتم تصوير جميع الواجبات لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وأن قوات الدرك تعمل بشكل جماعي وليس فردي. رح أعلن أنه إحنا بتم تصوير جميع الواجبات اللي إحنا بننفذها، لكن إحنا بنصور أو بتم التركيز على أداء الواجب من قبل مرتباتنا. طبعا بعد انتهاء الواجب يتم الاجتماع على مستوى القادة مع العاملين في الواجب، يتم تقييم الواجب طبعا هو لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات. يعني الهدف من التصوير ليس معرفة الحضور، لكن يتم التركيز على المرتبات كيفية التصرف، تقييم الأداء. إذا كان هناك أي خطأ يتم محاسبته ويتم النزول إلى أقل الأخطاء. النائب الدكتور زكريا الشيخ راعي الندوة أكد على أن أي دراسة إعلامية يجب أن تحتوي على أرقام واضحة ومحددة تهدف إلى استشراق المستقبل، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي والعربي يعتمد على دراسات أجنبية لديها أجندات معينة تريد تنفيذها. في الواقع بأن أي استراتيجية مستقبلية لعمل أي دولة من الدول استشراف المستقبل، حينما نتكلم عن استشراف المستقبل نحن نحتاج كصناع قرار وكذلك كأجهزة أمنية وكإعلام إلى المعلومة الدقيقة، إلى الرقم وإلى البحث العلمي المبني على الحيادية المطلقة، حتى تكون نتائج الاستطلاعات نتائج يمكن البني عليها، أن نبني عليها القرارات الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأيضا تمس أمن الوطن، وتمس أيضا احتياجات كافة مكونات المجتمع. ولذلك باعتقادي بأن ما ينقص العالم الإسلامي والعربي أنه يعتمد على دراسات غربية، وهذه الدراسات الغربية لها أجندة ولها ممول. قل لي من يمولك أقول لك ما هي النتيجة في النهاية. دور مراكز الدراسات والأبحاث في تقديم المعلومة الصحيحة لصانع القرار هذا دور غاية بالأهمية، ويجب أن نعزز بل أن نستثمر كدولة أردنية وكوطن عربي في مراكز الدراسات التي تقدم لك المعلومة التي تمكنك في النهاية من اتخاذ القرار الصحيح. ولذلك أن هذه الدراسة الأولى من نوعها في الأردن التي تمس وتقيم أداء جهاز أمني على تماس مباشر مع المواطن ومع الحركات الشعبية. الحركات الشعبية ساهمت كثيرا بتصحيح الأخطاء التي كانت تحصل في مجتمعنا، ولكن هناك من حاول أن يركب هذه الحركات وأن يستثمر حالا بما سميت بالفوضى الخلاقة في الوطن العربي من أجل إما أن يحقق مآرب فردية أو مآرب حزبية أو أجندات خارجية. كل هذا الأمر تجمع تحت ظل الإصلاح، ولذلك من الصعب جدا في هذه الأيام إنك تميز بين الإصلاح الجاد الحقيقي المسؤول الوطني اللي إحنا بحاجة ماسة إله، وبين الإصلاح الذي يؤدي لا سمح الله إلى دمار الدول. الدرك بين الواجب الأمني والواجب الإنساني قضية غاية بالأهمية، يجب أن تكون المعلومة مبنية من المواطنين، ولذلك نحن في مركز الدراسات والبحوث أطلقنا هذه الدراسة، وأتمنى أن تكون نتائج الاستطلاع نتائج دقيقة جدا، حتى تكون معايير التقييم أيضا معايير تقييم دقيقة يبنى عليها بالتالي القرار الوطني. ويعتبر هذا الاستطلاع الذي يبحث في دور الدرك في التعامل مع الحراكات المختلفة خلال عامين من الربيع الأردني الأول من نوعه في الأردن، والذي طرق باب مؤسسة أمنية
على تماس مباشر مع الحركات الشعبية المختلفة.